السلام عليكم يا شباب، النهارده بقى ان شاء الله هناخد شابتر 3 اللي هو المحاضره الرابعه بتاعتنا، اللي هي بتتكلم فيها ايه؟ بنتكلم فيها عن الايمج، تمام؟ ديجيتال ايمج، دي انواع الميديا، تمام؟ الديجيتال ايمج، الصوره زي اللي قصدنا ديت، صعب كاميرا تصور صوره كده ايه اللي هو بالطريقه دي، انها تجيب الكادر ده كله، ده صعب. ليه؟ الصوره ديت اسمها بانوراما، ماشي؟ بانوراميك فوتوغرافي. دي بتيجي ازاي؟ عن طريق ان انا بصور المشهد اللي قصادي ايه اجزاء، يعني مثلا ممكن اصور الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده والجزء ده لوحده والجزء ده لوحده، وابدا اجمع الصور مع بعض من خلال حاجه اسمها اوفرلابنج. كده ببدا ايه احصل على الصوره الايه البانوراما. إيه الصوره البانوراما دي؟ عادي معانا في كاميرات الموبايل السمارت فون موجود فيها الصوره البانوراما، ممكن تستخدمها وتجربها، تمام؟ انك بتصور كل حاجه بس لازم تكون الوضع ثابت، ما فيش حركه، بحيث ان الصوره تطلع مظبوطه زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ يعني ما تنزلش الكاميرا لفوق او تحت مثلا. ديت ايه؟ دي بالنسبه للصوره الايه البانوراما، ماشي. الصوره اساسا بيبقى عباره عن ايه؟ طيب ليه اتنين نوع، حاجه اسمها بيت ماب ايمج او ريستر ايمج، وحاجه اسمها ايه؟ فيكتور ايمج، تمام؟ البيت ماب ايمج دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى عباره عن صوره فيها الصوره مكونه من كذا بيكسل، كل بيكسل بيحتوي على ايه؟ على فاليو، فاليو من الكالر فاليو، بيحتوي على ايه؟ كالر فاليو، يعني هي بتبقى عباره عن ايه؟ مجموعه من البلوكس اوف ذا فرونت كالرز، البلوكس ديت يعني بيكسل، تمام؟ معروفه بايه؟ باسم بيكسل. دي عشان نمثل بقى الصوره بتاعتي. بيقول لك كل بيكسل بتحتوي على ايه؟ على اللوكيشن والكالر فاليو بتاعي، بحيث ان انا اقدر احصل على الصوره بتاعتي ملونه زي ما احنا بنشوف، تمام؟ دي اللي هي بتبقى ايه؟ بتسمى ريستر ايمج. دي برضو صوره اللي هي بتتصور بالكاميرا العاديه اللي فيها كل التفاصيل اللي احنا بنشوفها بايه؟ بكاميرا عادي متصوره صوره. البرامج اللي بتستخدم في الميت ماب حاجه زي الفوتوشوب كده مثلا، والبينت شوب، ماشي. دي صوره، تمام؟ لو عملت زوم عليها بتبكسل، او حاجه اسمها بلوكي، تمام؟ اللي هي بتبكسل بمعنى صح زي ما احنا شايفين. شوف الصوره، عشان الويتس والهاي بتاعها زاد مثلا بتبكسل. زي ايه مثلا؟ زي الصوره عندي زي دي كده، شوف الصوره كل ما تزوم عليها هتبكسل، تمام؟ تمام. ايه مميزاتها؟ مميزات والعيوب بتاع البيت ماب، ماشي. المميزات بيقول لك ان انت عندك ديفرنت فيتشرز اون دروينج، الصوره فيها تفاصيل كتيره، تمام؟ بمعنى ايه فيها تفاصيل كتيره؟ يعني مثلا صوره زي ديت متاخده بكاميرا، ففيها تفاصيل بالكاميرا عن ان انا لما ابقى راسمها. لو انا راسم الصوره مش هتبقى فيها التفاصيل بالظبط زي الكاميرا، يعني انت عارفين الرسم ده، تخيل الصوره دي مرسومه او متاخده بكاميرا، تمام؟ هتختلف طبعا. عيوبها انها بيبقى حجمها كبير، مش سهل ان احنا نعمل موديفيكيشن، مش سهل ان احنا نعمل اي تعديل عليها في اي اوبجكت موجود فيها. يعني مثلا تخيل انك ايه عندك صوره بنضاره، ما ينفعش تشيل، مش بالسهوله ان انا اشيل النضاره احطها في حته ثانيه، لا دي برامج بقى فوتوشوب وبنبدا نشيل وبنلعب، دي بقى مش بسهوله، يعني هي بتتعمل بس مش بسهوله، ومش هتتعمل بدقه اكتر كمان عن ايه؟ عن اللي هي الفيكتور اللي هتيجي من شويه، تمام؟ بيقول لك انها جرافيك، يعني ممكن بيحصل لها ايه؟ لما السايز بيزيد بيحصل لها بيكسل زي ما احنا شفنا كده، تمام؟ زي لما زومنا هنا كده حصل بيكسلز معاها في الصوره، ماشي؟ في هنا بيكسل بدات تبان، كل بيكسل هي فيها لوكيشن معين ولها كلر لا شيء لا، فبتكون الصوره بتاعتي، ماشي؟ طيب الديجيتال ايمج في منها ايه؟ انواع كتير. مثلا انت عندك اللي هي البيت ويتس اللي هو ايه؟ نمبر اوف بيت يوز تو ريبريزنت اتش بيكسل، ماشي. اللي انت لو عندك بيت واحد 1 بيت يعني 1 شانل، يعني الصوره بتطلع باينري. باينري يعني ايه؟ يعني ابيض واسود، جراي، ابيض واسود زي دي كده. 8 بيت دي صوره بتطلع ايه؟ جراي، جراي زي دي كده، درجات الجراي، تمام؟ 24 بيت دي اللي هي الايه؟ اللي بنسميها ترو كولر، اللي هي الالوان الطبيعيه، الالوان اللي احنا شغالين بيها، اللي هي ريد جرين بلو، ماشي. بيقول لك ايه؟ في حاجه اسمها ايه؟ وان مور شانل كان بي يوز دي، في شانل كمان زياده، شانل رابع تخليها 32 بيت بقى، دي بتبقى اسمها ايه؟ الفا، ماشي. الفا دي بتبقى مسؤوله عن ايه؟ عن الشفافيه، عن الشفافيه. تعالوا نشوف مثال كده. إيه مثال زي ده، وان ثواني، مثال زي ده وان هنوريك الحاجه ديت. مثلا انت عندك هنا زي ما احنا شايفين كده قصادنا الار جي بي اي، ماشي؟ ار جي بي اي الاي ديت اللي هي الالفا، تمام؟ فانا مثلا اللون الاسمر إيه لو هو 0000 ده يعني لون اصفر. طب اخر واحده دي الشفافيه بتلعب من 0 ل 1 بس، لو عملت 0 كده ايه؟ اختفت، يعني الشفافيه ما ايه؟ ما فيش، لا الشفافيه 0، ما فيش شفافيه. طب 1 0 يعني ما فيش الفا قصدي، تمام؟ اللي هو ايه؟ اختفت خالص. لو خليناها 1 زي ما احنا شايفين الصوره سمرت، ما فيش اي حاجه عليها، يعني الصوره سمراء خالص. طب لو خليناها درجه مثلا نص هتلاقي الصوره ايه؟ في شفافيه كده في النص، يعني ايه؟ في شفافيه الصوره اللي ورا باينه، عكس الايه؟ عكس الواحد طبعا، تمام؟ طيب يعني ايه بقى الصوره جري؟ الصوره جري ديت هنوضحها واحنا هنا من مره. بقول لك ان ايه؟ هنشيلها كده، هنخليها ار جي بي اي بس، لون اسمر كده.
بيقول لك ان انا لو اخدت قيم هنا متساويه هيديني درجه من درجات الكريم. طبعا احنا عارفين ان في الاول ار جي بي، يعني هنا لو حطيت 200 هي اخرها 255 تمام، 255 يبقى لونه احمر. طيب انا لو اديت مثلا 150 150 150 150 150 كده المفروض ايه؟ ثواني، المفروض هتديني درجه من درجات الجري. ليه؟ لان كل تشانل هتملت بنفس اللون، فده اللون اللي قصدنا اللي احنا شايفينه ده درجه من درجات الجري. لو خليته 50 50 نفس الكلام برضه درجه من درجات الجري. تمام، كل ما بتقرب من الزيرو كل ما الصوره هتجمعك معاه، وكل ما تقرب من 255 هتفتح معاه. يعني لو خلناها 250 هتلاقيها قريبه للابيض اكتر. تمام، 200 قريبه من الابيض. تمام تمام، نبدا نشوف بقى ايه شرحها بالتفصيل. دي الوان بت بتبقى صوره عباره باينري، تمام، من 0 ل 1، يا اما 0 يا اما 1. يعني لو اخذنا هنا 1 1 1 1 0 0 0 كده بالطريقه ديت، ال 0 ده يعني لون اسمر، ال 1 يعني لون ابيض، يبدا يكون معايا الايه؟ الصوره بتاعتي. طيب الجري زي ما اتفقنا ان هو بيقول لك هنا ان احنا ايه؟ انها بتكون 8 بت، يعني 2 اس 8، يعني 256 لون بيتمثلوا من 0 ل 255 زي ما شفنا هنا، من 0 ل 255 اخر. تمام؟ إيه من 0 255. تمام، بيقول لك ان احنا كل ما نقرب، يعني مثلا بيقول لك ان ال 10 ديت بتبقى دارك، مش احنا قلنا كل ما نقرب من 0 بتبقى اسمر، كل ما نبعد نقرب من 255 بمعنى اصح، لما نقرب من 255 الصوره بتفتح اللاب بتبيض زي ما شفنا مثال دلوقتي. تمام؟ تمام. إيه هي هنا بقى ال 8 بت بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ لوك اب تيبل. لوك اب تيبل ده بيعمل ايه؟ بيقول لك انا لما انا مثلا دلوقتي قلنا الصوره مفيش حاجه ينفع تاخد لون واحد، يعني مفيش، انا عارف انها 8 بت، لو رحت مثلتها في ايه؟ في 150 بس، واديت بقيه الحاجه كلها اصفار كده، ده غلط، ده كده انت هتحصل على اللون الاحمر مش لون جراي. فبقول لك لازم كلك ياخدوا نفس القيمه، فلاحظت احنا كده زودنا الحجم 3، يعني خليناهم 3. فبقول لك انا عشان اتفادى مشكله زي ديت عملت لوك اب تيبل. لوك اب تيبل بيقول لك ان الصوره نفسها، تخيل ان دي الصوره وده بيكسل فيه، بيتخزن فيه رقم الاندكس اللي في اللوك اب تيبل. فرقم اندكس واحد، فانت كده ايه؟ خزنت وفرت معلومات معاك كتير. فالرقم ده مثلا 25، الرقم ده هيبقى شايل الالوان اللي هو موجود في اللوك اب تيبل، ايه؟ الار والجي والبي. تمام؟ فبيرجع يعوض عنها كانها الار والجي والبي، يبقى كده فعلا البيكسل شال الالوان بتاعته. مش احنا قلنا البيكسل ده عباره عن كلر فاليو واللوكيشن، فهو في اللوكيشن ده هو شال الالوان دي. تمام؟ ده اللوك اب تيبل باختصار يعني. نفس الكلام هنا، بيقول لك ان الصوره بتبقى فيها الارقام، الارقام ديت مش لون، لا ده الارقام دي رقم اندكس، الاندكس ده موجود فين؟ في اللوك اب تيبل، فراح اشوف قيمته كام احصل على اللون بتاعي. ماشي؟ 24 بت بقى، 24 بت يعني 2 اس 24 يعني 16 مليون فيما فوق. تمام؟ 16 مليون بس بالقلم. ديت بتسمى ايه؟ ممكن نسميها بس دي بايت اللي هي ار جي بي، او ممكن نسميها بحاجه اسمها ترو كولر. ترو كولر ليه؟ لانها صوره ايه؟ صوره واضحه، صوره بالالوان اللي احنا عارفينها. تمام؟ فبتبقى ايه؟ 24 ايه؟ بت. إيه بيقول لك نقطة مهمة، بيقول لك انها ال 24 ديت اكتري هي بتتخزن في 32 بت. ليه؟ لأنه قلنا احنا عندنا حاجة كمان اسمها الفا، الفا دي خاصة بإيه؟ الشفافية بتاعتي. تمام؟ بالمثال أعتقد إيه؟ إن شاء الله يكون موضح لكم شوية. تمام؟ الالفا تشانل، دي ده كان تاسك علينا طبعا كل عملة، ده القانون اللي كنا مستخدمينه في التاسك عشان ندمج الصورتين من خلال الالفا. التالي ده كلنا أخدناه. الريشيو بتاعك بقى، إيه ده اللي هو نسبة الويتس للهايت بتاع الصورة. فبقول لك بيختلف من على حسب اختلاف الاسبيكت ريشيو، ده بيختلف من ايه؟ من ابلكيشن لابلكيشن. انا بقول لك لو برينتنج فوتوغرافرز مثلا بيبقى من 3 ل 2، يعني مثلا 3 عرض ل 2 هاي، 4 ل 3 ده بالنسبه للتلفزيون، 16 ل 9 وهكذا بالنسبه لشاشات السينما، زي ما احنا شايفين قصادنا كده بيختلف من طول العرض. تمام؟ وعلى طول اعتقد دايما العرض دايما بيبقى اكتر من الطول. تمام؟ زي ما احنا شايفين العرض كده اكبر من الطول اهوت في كل الصوره، فلو حتى الطول بقى اطول من العرض هتلاقي الصوره اصلا مش واضحه بالدرجه اللي هي فيه. تمام؟ البيت ماب ايمج خاصه بالايه؟ ده تيبل، ده البي ام بي 5 فورماتنج، ده بيبقى مثلا هو الدكتور اتكلم عنه. تمام؟ ده مثلا الهيدر ده بيبقى عباره عن 14 بايت، الانفو هيدر بيبقى عباره عن ايه؟ 40 بايت. قراءات ليه؟ تلاقي الكلام ده سهل، مثلا يعني مثلا فايل سايز متخزن في الهيدر اللي هو بيبقى شايل مثلا ايه 4 بايت، فبيديك الفايل ايه؟ السايز بتاعه كام؟ الريزيرف ده بيقول لك الحاجات اللي انت مش مستخدمها، يعني مثلا ايه؟ حاجه البايت اللي انت مش مستخدمها، فبقول لك صفر، انت مستخدم هنا ايه؟ كل حاجه، دي خاصه بالايه؟ بالبي ام بي. تمام؟ مش عارف صراحه، ما اكذبش عليكم مش عارف السؤال بيجي هنا ازاي ولا هيبقى عباره عن ايه؟ بس اللي انا عارفه ده بيديك معلومات عن الصوره، ده بيبقى خارج مثلا من الماتلاب، بيبقى واخد الهيدر، ده اسمه الهيدر بتاع الصوره اللي هو هنا، بيبدا يحصل معلومات، ماتلاب بقى بيجيب كل ده، ما بيجيبش الهيدر بس، على عكس ما احنا شغالين طبعا.
تمام. هنا الكالرز برضو 4، ليه بنضرب هنا 4؟ ليه بنضربه في 4؟ ها عشان احنا عندنا ار جي بي والفا، تمام، فعشان كده ضرب في 4. تمام 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 كده احنا يبقى خلصنا ايه؟ خلصنا البيت ماب. طيب تخش بقى في الايه؟ الفيكتور ايم. الفيكتور ايمج ديت دي بيقول لك مجموعه من الاوبجكت، رسمت مجموعه من الاوبجكت عشان ايه؟ اكون صوره عندي. إيه ماشي ازاي بقى؟ إيه البرامج اولا مستخدمه فيها الالستريتور. طب احنا يعني ايه رسمنا مجموعه من الاوبجكت؟ نبص مثلا ده برنامج الستريتور ديت عباره عن شويه اوبجكت مع بعض. شوفوا شوفوا الرسم عامل ازاي؟ كون لي ايه؟ كون لي صوره زي الصوره اللي قصادي دي، تمام؟ الصوره ديت عباره عن فيكتور، بمعنى انا لو زومت مهما زومت مفيش بيكسل، على عكس الصوره الايه؟ البيت ماب. يعني هنا يعني شوفهم انا مزوم مش ببكسله خالص. ليه؟ لانها مرسومه لاينز، مرسومه معادلات، دي مش بيكسل، تمام؟ الصوره بتوضح معايا، دي مش بيكسل، تمام؟ على عكس مثلا ايه؟ صوره زي دي، الصوره دي ايه؟ مبكسله، تمام؟ دي اسمها بلوكي او بيكس. دي بقى دي الفرق ما بين الفيكتور والايمج، فرق بسيط اهو، ان مثلا دي مش هتبكسل ودي هتبكسل. امين؟ دي 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 البرامج اللي بيشتغل عليه، اشهرهم طبعا ايه؟ الالستريتور، ادوبي الالستريتور. إيه طبعا الفوتوشوب ده بيبقى خاص بايه؟ بال ده خاص بالبيت ماب، والالستريتور خاص بالفيكتور، ده بالنسبه للعينتين اللي عندي دلوقتي. الفيكتور ايمج بتتمثل بالطريقه دي، يعني مثلا لو عايز ارسم دايره مثلا إيه عندك اللاين كلر لونه اللي هو الاسمر مثلا، الفيل كلر بتاعه، الدايره بتبتدي منين، المركز بتاعها 200 و200، النط مثلا بتاعها ب 50، اند اوبجكت. طب تعالى لو هنرسم التانجل مثلا، الخط بتاعه دوتت، يبقى كده التانجل هيطلع منقط كده مثلا. الويتس بتاعه 4، تمام، اللاين هايت والفيل، يعني اللاين كلر بتاعه يبقى اسمر، مليان كلر احمر، يعني مثلا هيبقى مستطيل احمر حواليه ايه؟ لاين اسمر. الريكتانجل نقطة البداية ونقطة النهاية بتاعتك، ان بيديك كل المعلومات اللي عندها عشان تقدر تحصل على الريكتانجل ده، لان قلنا الفيكتور ده عبارة عن معادلات. طيب تعالوا نشوف مميزاته بقى. ده الفايل هيبقى سايز السمول فايل سايز، يعني تبقى حجمها ايه؟ حجمها قليل، تمام، حجم الصورة بيبقى قليل. بيقول لك ان الصورة يعني بص سهل الكواليتي بتاعها، كل ما بنزود زي ما احنا شايفنا هنا، بص زي ما شفنا المثال مفيش بيكسل، بص مش هتبكسل، كل ما تزود قشطه شغال معاك، مش هتقول ايه مش هتبكسل منك ولا هتبوظ ولا اي حاجه. بيقول لك ايه؟ سهل ان انت تحرك الاوبجكت من مكانها، يعني سهل انك تحرك ايه؟ اي اوبجكت من ده سهل انك تحركه بكل سهوله، على عكس ما كنا هناك مثلا كنا بنقول لك عشان تشيل النظاره ده صعب، انما هنا شوف بسهوله نقدر ايه؟ نشيل مثلا نشيل اي اوبجكت. فلو جينا مثلا على اوبجكت زي ده، اي اوبجكت كبير، تمام مثلا ايه؟ احنا هنشيل الاوبجكت ده كده، عايزين نشيله، ممكن نشيله ونحطه في اي حته عادي، ده من غير اي صعوبه، لان ايه؟ حاجه انا رسمها عباره عن اوبجكت تقدر تتحكم فيها بكل سهوله، تمام؟ تمام. ده بالنسبه للايه؟ للمميزات. عيوبه بقى عكس التاني، يعني هو هنا مميزاته هي عيوب اللي فوق، وعيوب ده مميزات اللي فوق. هنا سهل بقى التكتشرز، هنا بيقول لك انك صعب كانت هاف تكتشرز دروينج، دي مش هتعرف تحط لها تكتشرز، مش هيعرف مثلا تطلع تفاصيل اكتر. بمعنى ايه؟ دي صوره، تخيل صورتك كانسان انت متصورها بكاميرا وواحد راسمها لك ايه بالنسبه على البرامج زي دي، هبص هتلاقي في فرق في الصوره، مفيش تفاصيل، هنا مش هتلاقي تفاصيل قوي، هنا التفاصيل مش هتبقى واضحه على عكس الكاميرا طبعا. ديت ايه؟ طبعا ايه؟ بيقول لك من عيوب الايه؟ الفيكتور ايه؟ تمام؟ كده احنا خلصنا الناين، نبتدي نشوف الريزوليوشن. الريزوليوشن ده عباره عن ايه؟ بصوا من الاخر اللي هو كل ما رقم عدد البكسل بيزيد كل ما كان الريزوليوشن ايه؟ اوضح. طب تعال نشوف ايه؟ مثالين. مثال زي ده الريزوليوشن بتاعها قليل، وديت الريزوليوشن بتاعها اعلى، تمام؟ دي الريزوليوشن اعلى. طب تعال نزوم هنا، ده القليل، تعال نزوم شوف هتبكسل معايا. طب يعني شفت البكسل عامله ازاي؟ طب تعال نزوم ايه؟ نزوم في الشكل ده كده، تمام؟ شوفوا في فرق خالص، يعني شوفوا هنا البكسل لان الريزوليوشن بتاعها قليل، هنا الريزوليوشن بتاعها اعلى، فهنلاقي فرق كبير، يعني الزوم هنا مش هيبقى واضح زي الزوم هنا مثلا كده، تمام؟ هتلاقي في فرق، هتلاقي الصوره ملامحها مش باينه. فبقول لك كل ما البكسل زاد كل ما الريزوليوشن بتاعها كان احسن، فهنا عدد البكسل كتير فمش مش هيبان، مش هتبكسل معايا، تمام؟ تمام. دي التفاصيل اهي، مثلا صوره زي ديت زي اللي احنا لسه مبكسلها معانا لما زومنا عليه، صوره زي دي البيكسل فيها اكتر فبتبقى الريزولوشن بتاعها احسن، تمام؟ ماشي. هنشوف بس مثال اقرا الكلام ده بيفهمنا انواع السكانر، مثلا برينتنج الفيديو الويتس والهايفا قد ايه، الدي بي اي بتاعتها، تمام؟ هنشوف مثال مثلا ايه، زي مثال مثلا كان في امتحان مثلا، ثواني، ده امتحان بيقول لك انت عندك 10 في 7 انش ايه ايمج،
سكان يوزنج 200 دي بي اي سكانر وبعدين برينتنج 50 دي بي اي برينت. تمام، بيقول لك ايه هو الفيزيكال ريزوليوشن بتاعك. ماشي تمام، هنبتدي نحسب الفيزيكال ريزوليوشن. انت عندك هنا هو قال لك 10 في 7 ماشي، خلينا هنا تخيلها 6 في 4 ادي 6 في 4 دي الصوره بتاعتك. السكاننج بتاعها هنا ايه ب 600 دي بي اي، هناك كان مثلا كان كام؟ كان 200 ايه دي بي اي اللي هو السكان. تمام، فانا عندي هنا 600 فهضرب 600 في 4 و600 في 6 هيطلع لي بايه؟ بالشكل ده. يبقى دي الايه؟ البكسل بتاعك. طيب لو قال لك هيحصل لها بالطبع برينتنج دي ده بتاع الديسبلاي، ده بتاع الديسبلاي اللي هو الطبع عندي هنا اللي هو قال لك هنا ايه؟ ال هنسيم برينتنج اون الطبعه بتاعتك ايه 50 دي بي اي، فالمفروض تقسمها على 50. هنا مثلا المثال هنا هنقسم على 72، فلو قسمنا 2400 على 72 هيديني 3.3 ايه ايه من 10 انش. تمام، طب لو عايز ارجع زي ما كنت بقى هبدا ايه ده الفيزيكال عامه، ده الفيزيكال اللي مطلوب. طب لو عايز ارجع زي ما انا هبدا ايه اضربها في 72 على 600، فبكده يبقى انا حصلت ايه على عدد الانشز اللي كان في ايه في الاصل. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه والمحاضره واضحه. شكرا.